الظهيرة من قناة سما نبدأها بأبرز عناوينها. يا أهلنا الأوفياء في منبج العطاء والولاء والانتماء، آن الأوان لتعبروا عن آرائكم ومواقفكم من الحركات الانفصالية. العشائر العربية السورية في محافظة حلب تؤكد دعم أهلنا في منبج ضد ممارسات ميليشيا قسد الإجرامية. انتفاضة منبج مستمرة، 7 شهداء و30 جريحا برصاص ميليشيا قسد العميلة للمحتل الأمريكي. ابتهاجا بفوز الرئيس الأسد، السوريون في مختلف المحافظات يواصلون احتفالاتهم بإنجاز الاستحقاق الرئاسي. نحن اليوم نثبت بالمدينة الدوما بأن الشعب السوري هو شعب واحد في خندق واحد في مواجهة الإرهاب والعمالة والخيانة. لن تركعي، لن تركعي يا سوريا، لن تركع الشمس فيك، لن تركعي، لن تركعي يا سوريا. أهلا بكم. واصل أهالي منبج شمال شرقي حلب ولليوم الرابع على التوالي انتفاضتهم ضد ميليشيات ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية أو قسد الانفصالية العميلة للاحتلال الأمريكي، واتفقوا على الاستمرار بانتفاضتهم حتى عودة المنطقة إلى سيطرة الدولة السورية. أكدت العشائر العربية السورية في مدينة حلب وريفها وقوفها إلى جانب أهلنا في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الذين خرجوا تنديدا بميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي، مطالبين بطردها من مناطقهم ودفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها في وجه مخططات الاحتلال الأمريكي وميليشياته الانفصالية. يا أبناء العشائر العربية السورية في مدينة أبي فراس الحمداني، أهلنا وأخوتنا في الإنسانية والعروبة والوطنية والانتماء. 10 سنوات وعدونا يتربص بنا الدوائر من أجل تقسيم أرضنا ونزع هويتنا العربية السورية لنكون أجراء مرتهنين له، ولكن غاب عن ذهني أننا شعب مؤمن بالله معتزاً بوطنه ملتفا حول شعبه وقائده، وغاب عن ذهني أننا أبناء أمة تأبى الضيم والذل والهوان، لأننا خلقنا أحرارا لن نركع إلا لله. يا أهلنا الأوفياء في منبج العطاء والولاء والانتماء، آن الأوان لتعبروا عن آرائكم ومواقفكم من الحركات الانفصالية التي لا ترقى إلى الإنسانية بصلة، وما ثورتكم اليوم ضد ما يسمى بميليشيا قسد إلا تعبير حقيقي عن ثورة العز والكرامة التي ستعيدون من خلالها إلى الثورة الحقيقية مجدها وألقها حتى يتحرر آخر شبر من أرض الوطن وتعلو فوق ذراه راية الجمهورية العربية السورية. أيها السوريون النشامى في منبج الوفاء، هي دعوة لأن تسيروا بهذه الثورة ومعكم كل القبائل والعشائر العربية السورية، ونحن جاهزين لدعمكم
والوقوف معكم بكل ما يلزم. ومن خلال بياننا هذا نحذر كل من تسول له نفسه المساس بكرامة أهلنا وأبناء عمومتنا في منبج والجزيرة السورية وفي كل شبر من أرض الوطن، بأنه أي محاولة للاعتداء من اعتقال وغيره سيكون ردنا حاسماً وقوياً في ذات الزمان والمكان. وختاماً، فإننا نؤكد أن أي اتفاق يعقده الانفصاليون على حساب دماء شهدائنا الطاهرة مع أي طرف يدعي أنه يمثل عشيرة ما فإنه اتفاق لا قيمة له، حيث أن هؤلاء المرتزقة لا يمثلون إلا أنفسهم، لأننا نحن القبائل والعشائر السورية، كلمتنا واحدة وموقفنا واحد. ثوروا وسيروا على بركة الله، فالنصر حليفكم، لأنكم أصحاب حق، والله هو الحق، ومن كان الله معه فمن عليه. هذا وكان قد أوضح مصدر طبي في مدينة منبج لصحيفة الوطن السورية أن أعداد الشهداء من المدنيين المنتفضين ضد عصابة قسد ارتفع إلى 7 شهداء بعد استشهاد الشاب محمد محمود الحاج أحمد بإطلاق الرصاص عليه من مسلحي الميليشيات خلال التظاهرة التي خرجت في وسط المدينة، إضافة إلى جرح ما لا يقل عن 30 من السكان خلال التظاهرات التي ارتفعت وتيرتها أمس بخلاف ما روجت له وسائل الإعلام التابعة للميليشيا. وبيّنت مصادر أهلية من عشيرة البوسلطان أن العشائر والأهالي في منبج وريفها توافقوا فيما بينهم على استمرار الانتفاضة بوجه الممارسات الإجرامية لميليشيات قسد حتى عودتها إلى سيطرة الدولة السورية. وقالت المصادر إن معظم عشائر منبج الرافضين لوجود الميليشيات المدعومة من الاحتلال الأمريكي في مناطقهم والمؤيدين للتظاهرات ضدها اجتمعوا أمس في قرية الهدهد شمال المدينة، وأكدوا أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، وأن لا تراجع عن الحراك ولا تنازل عن مطالبهم المحقة التي تعدت الأمور المعيشية والتجنيد الإلزامي والمطالبة بوقف استخدام القبضة الأمنية في وجههم. ونزولا عند ضغط المتظاهرين وتكاتف مكونات منبج ضد ميليشيات قسد، أصدر ما يسمى مجلس منبج العسكري التابع والذي يحكم قبضته على المنطقة بيانا أوضح فيه أنه قرر إيقاف العمل بحملة الدفاع الذاتي في منبج وريفها وإحالتها للدراسة والنقاش وإطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة وتشكيل لجنة للتحقيق بالحيثيات التي تم فيها إطلاق النار ومحاسبة كل من كان متورطا بذلك. وصل السوريون في مختلف المحافظات احتفالاتهم بإنجاز الاستحقاق الرئاسي ونجاح الانتخابات الرئاسية وفوز الدكتور بشار الأسد فيها، منوهين بمشاركة الواسعة في الداخل والخارج في هذه الانتخابات. أقامت أبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكسي محافظة الحسكة حفلا فنيا في مدينة القامشلي بمشاركة حشد من أهالي المدينة بمناسبة فوز الدكتور بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة. وأكد المشاركون أن فوز الرئيس بشار الأسد يمثل ضمانة لكل السوريين ولأمنهم واستقرارهم خلال الفترة القادمة، فكان قرار الشعب أن يكون الرئيس الأسد قائدا ورئيسا لسوريا. اليوم فرح عارم في مدينة القامشلي بمناسبة نجاح السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في هذا الاستحقاق الدستوري بامتياز. اليوم نحن موجودين لنثبت رغم وجود كل الاحتلالات الأمريكي والتركي بأننا شعب
موجود ثابت صامت في أرضه. ضمن هالاحتلال الأمريكي والتركي موجود، صار استحقاق بنسبة كبيرة وحشود كبيرة، وهي رسالتنا نحن موجودين، وهالنصر الكبير كان نصر لسوريا. بالأمل والعمل سنبني سوريا الجديدة، سوريا المستقبل، سوريا واحدة موحدة. نحن على العهد باقون، نحن أبناء الحسكة، أبناء القامشلي، نبارك ونبارك ونبارك للسيد الرئيس وولاؤنا ووفاؤنا إلى الأبد. نظمت الفعاليات الشعبية والأهلية بحي الزهراء في مدينة حمص حفلا فنيا شعبيا حاشدا في شارع الستين، أحياه نخبة من نجوم الغناء الشعبي بمناسبة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وفوز الدكتور بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية. بدي غازل سوريا، هواها بشمس فيا، بدي غازل سوريا، هواها بشمس فيا، سوريا أعلنت وزارة الصحة السورية مساء الأربعاء تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا، وشفاء 5 حالات ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس. وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 24,559، شفيت منها 21,614، وتوفيت 1,778 حالة. وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته. طلع وزير الزراعة على واقع تسويق محصول القمح واستلامه من المزارعين في ريف محافظة حمص، تلا ذلك جولة على صوامع حمص وشنشار ولقاء مع المزارعين انتهى بالاتفاق إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم. هذا ولفت وزير الزراعة إلى أن الكميات المستلمة من القمح وصلت إلى 40,000 طن حتى الآن على مستوى القطر. واقع إنتاج القمح وتسويقه وإنتاج بقية الزراعات وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين في محافظة حمص كانت محاور جولة المهندس محمد حسان قطنة وزير الزراعة إلى عدد من الأراضي الزراعية بريف المحافظة. الجولة شملت متابعة واقع حصاد موسم القمح في ريف القصير، إضافة لأراضي زراعية في الرستن، والاطلاع على قناة الري جوسي بإعالي العاصي التي تم إعادة تأهيلها لإرواء أكثر من 3,000 هكتار من الأراضي الزراعية، خاصة مع موسم القمح خلال الأشهر الماضية. الحقيقة كانت صعوبات شبه معدومة، لم يطرح الأخوة الفلاحين أي مشكلة بعمليات الحصاد أو بعمليات الاستلام في مراكز الحبوب. الوضع جيد جدا، الأخوة الفلاحين مرتاحين، التجهيزات كانت كاملة جدا بكل المراكز اللي زرناها. العام الماضي بدأ التسويق في 1/6، حاليا بلشنا نحن بالاستلام من 20/5، بلغت الكميات المستلمة لحل على مستوى سوريا بحدود 40,000 طن. هذه الكميات تعتبر جيدة، هناك تفاؤل من الأخوة الفلاحين وتفاؤل من الحكومة. تم إعادة تأهيل قناتي جوسي وزيتا، طبعا قناة جوسي اللي بتروي بحدود 3,300 هكتار، وقناة زيتا تروي بحدود 3,400 هكتار، ليصبح المجموع ما تم إدخاله في الري لهذا العام بحدود 3,800 هكتار أراضي مروية من قناتي زيتا وجوسية. هذا وقد تفقد قطن صوامع حمص وصوامع شنشار التي تعمل كوادرها على تقديم كل التسهيلات اللازمة لاستلام الأقماح مع اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بسحب العينات. الموسم كان تقريبا جيد، الأمطار خفيفة، بس عم نعاني من قلة شوي النفط المازوت. بالنسبة لأسعار القمح أكثر من هيك، لأنه يعني التكلفة كبيرة، وبالنسبة كان الموسم جيد يعني مقبول، بس أنه
في كان شح أمطار شوي. الجهود الحكومية لتحسين الواقع الزراعي مستمرة من خلال متابعة واقع الإنتاج الزراعي ومستلزمات العمل الزراعي بشكل دائم، وخاصة في موسم حصاد القمح. كندا الخضر لقناة سما الفضائية، حمص. استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، ونقلت وكالة معاً عن مصادر طبية قولها إن الشاب يحيى باسم العجلة استشهد متأثرا بإصابته بقصف لطيران الاحتلال على حي الشجاعية شرقي القطاع، وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع والذي استمر من 10 حتى 21 من الشهر الجاري إلى 256 شهيدا، بينهم 66 طفلا، إضافة لإصابة نحو 1950 بجروح بينهم 650 طفلا، إضافة لإلحاق أضرار أو دمار كبير بممتلكات ومنازل الفلسطينيين والبنى التحتية. اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحة المسجد الأقصى في القدس المحتلة، ونقلت وكالة أنباء وفاء عن مصادر محلية أن 61 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى عبر مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته قدموا خلالها شروحا عما يسمى الهيكل. وتزامن ذلك مع اقتحام عشرات المستوطنين الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمالي نابلس. وقال رئيس البلدية محمد عزام إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال التي أغلقت الموقع أمام المواطنين. في سياق متصل قالت الوكالة إن قوات الاحتلال جرفت أراضي زراعية في منطقة القبو الواقعة بين قريتي حوسان ووادي فوكين غربي بيت لحم، وردمت بئرا للمياه. من جانب ثان قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين بمشاركة عائلة الجندي الأسير بقطاع غزة هدار جولدين أغلقوا الطرق أمام شاحنات المواد الغذائية عند معبر كرم أبو سالم المتجهة نحو قطاع غزة. أعلنت الولايات المتحدة أنها تدعم إسرائيل في تجديد مخزونها من صواريخ القبة الحديدية، وذلك قبيل وصول وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى واشنطن لبحث المسألة. غانتس توجه قبيل منتصف الليل إلى الولايات المتحدة في زيارة سريعة ستستغرق يوما واحدا. وقال غانتس من مطار اللود بن غوريون قبيل مغادرته إلى واشنطن أنه سيتوجه في رحلة قصيرة لكنها مهمة للغاية من أجل أمن إسرائيل. وأضاف: أنا مقتنع بأنه يمكنني الاعتناء بأمن إسرائيل هناك، وأنه يمكننا هنا إنشاء حكومة تغيير سنعود فيها ونضمن الوحدة للمجتمع الإسرائيلي وتضميد جراحه وأمن دولة إسرائيل لجميع مواطنيها، على حد تعبيره. إلى ذلك قدمت أحزاب الائتلاف الجديد في إسرائيل 61 توقيعا للمطالبة بتصويت على رئيس جديد للكنيست، وسط مخاوف من أن الرئيس الحالي الليكودي ياريف ليفين يخطط لتأجيل التصويت على الحكومة الجديدة. وأفادت تقارير صحفية بأن يائير لابيد ونفتالي بنت رئيسي الائتلاف الجديد المعلن عنه ليلة الأربعاء قلقان من أن ليفين يخطط لمنع إدراج التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة في جدول أعمال الكنيست، تماشيا مع محاولات الليكود لإحداث انشقاقات في صفوف الائتلاف. ويضم الائتلاف الجديد 61 من أعضاء الكنيست، وهي أقل أغلبية ممكنة في الكنيست المكون من 120 مقعدا. ويمكن لمشق واحد أن يخرج أو يخرج التحالف الجديد عن مساره نظريا ليترك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة. أقدم لبنانيون على إغلاق جسر الرينج في العاصمة اللبنانية وقطع طرق إمطلياس شمال المدينة قبل أن تمتد هذه التحركات إلى جنوبها في الجية، احتجاجا على قرار مصرف لبنان وقف سحب الودائع الدولارية على سعر 3900 ليرة لبنانية. كما قطعت الطرقات في استيحات النور في طرابلس في كل الاتجاهات، وأحرقت الإطارات في الشوارع،
وتجمع محتجون أمام مصرف لبنان في طرابلس شمالي البلاد وأشعلوا الإطارات للسبب نفسه. وذكر موقع التيار التابع للتيار الوطني الحر أن سلسلة اتصالات ومشاورات أجرتها رئاسة الجمهورية ليلا أفضت إلى إيجاد حل لأزمة 3900 ليرة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المواطنين تجمعوا أمام آلات سحب الأموال أمام المصارف في مرج عيون لسحب أموالهم قبل منتصف الليل على سعر صرف الدولار على 3900 ليرة لبنانية، بعدما صدر عن مصرف لبنان بيان وجهه إلى المصارف العاملة في لبنان في هذا الشأن عقب القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة. أصيب 5 مواطنين يمنيين بجروح في قصف مدفعي لقوى العدوان السعودي على محافظة صعدة، فيما شن طيران العدوان 17 غارة على محافظتي مأرب والجوف خلال الساعات 24 الماضية. وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن قوى العدوان قصفت بقذائف المدفعية منطقتي آل الشيخ والرجو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، ما أدى لإصابة 5 أشخاص. وكان مواطنان يمنيان استشهدا جراء قصف مدفعي لقوات العدوان على مديرية ذاتها. وأضاف المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 138 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وإلقاء 5 قذائف من طائرة مسيرة في الفازة والجبلية والدريهمي. كما شن طيران العدوان غارات على مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مأرب، واستهدف منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف. استؤنفت في جوبا المفاوضات بين وفدي حكومة السودان وما تسمى الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، ويناقش المشاركون في هذه الجلسة الملاحظات التي قدمتها الحكومة ردا على ورقة قدمتها الحركة الشعبية لإنجاز اتفاق إطاري بين الجانبين. وكان ناطق باسم الوفد الحكومي قد أعلن أن مفاوضات جوبا تسير بروح إيجابية، وأن رد الحكومة السودانية على مقترح الاتفاق الإطاري استند إلى الوثيقة الدستورية لاتفاق سلام جوبا وإعلان المبادئ الذي وقعه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو. وقال مقرر الوساطة الجنوبية ضيو مطوق في تصريحات صحفية إن جلسة التفاوض المباشر بين الوفد الحكومي والحركة الشعبية لتحديد السودان الشمال ناقشت ورقة الاتفاق الإطاري التي قدمت بشكل مباشر من الحركة وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية. إلى العنوان. يا أهلنا الأوفياء في منبج العطاء والولاء والانتماء، آن الأوان لتعبروا عن آرائكم ومواقفكم من الحركات الانفصالية. العشائر العربية السورية في محافظة حلب تؤكد دعم أهلنا في منبج ضد ممارسات ميليشيا قسد الإجرامية. انتفاضة منبج مستمرة، 7 شهداء و30 جريحا برصاص ميليشيا قسد العميلة للمحتل الأمريكي. ابتهاجا بفوز الرئيس الأسد، السوريون في مختلف المحافظات يواصلون احتفالاتهم بإنجاز الاستحقاق الرئاسي. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا، في أمان الله.